إذاعة سلطنة عمان. جابة ولا ود حناني، جابة ولا ود حناني، ما تعرفوني بدوايا صندل وزع فراني، صندل وزع. تراثيات عمانية. يا سلامات يا يمه، سلامات سلامات يا يمه، سلامات داي او سلامات يا يمه، سلامات داي. عيد بن حارب المشافري وعبد الله بن علي العزري. الو هل الدمعة عيوني. الو تراثيات عمانية. وكل هالحياة كفاح. الو أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا، ما زلنا معكم وما زلنا مع الأخت سلمى بنت علي بن سالم الشعيبي من ولاية صور بلدة الجناة. سلمى لا تزال تكلمنا عن صرح الماشية وكيف يسدون الماشية وكيف الغناء اللي كان يقول لنا في الماشية. سلمى كيف حالك؟ بخير الحمد لله. عساك بخير. جيناك مرة ثانية اليوم. كيف صحتكم؟ الحمد لله. يعطيكم العافية. يعطيك الخير. يا حي يا مرحبا. كيف شبتك زين؟ الحمد لله. يعطيك نعم. العافية. نعم نعم. ما شيء أخبار؟ ما شيء. ما شيء علوم؟ علوم الخير. يعطيك العافية. من صوبك؟ ما شيء علوم. ما شيء علم؟ دامت على خير. حياك الله. الله يعطيك العافية. سقي الماشية، احنا تكلمنا أمس عن سقي الماشية. عن الماشية. وقلنا كيف تسقون الماشية، وقلتي عن الأغنام. وسقيناها. لهنا اليعد. واليعد. والمعز يسقن يسقن أربعة. أربعة. كلن يسقي أربعة، وبعدين يقيلن مع بعض أربعة. يقيلن مع بعض أربعة. أربعة. قطيع اليعد اللي يسمونه اليعد لهنا الأغنام. هذا يمشن مع بعض هنا دائما. يمشن مع بعض ويجن مع بعض. ويجن مع بعض. ما يفردن مع بعض. ما يفردن غير يوم يوم يقعدن كذي يلعن بالسيح يقعد يتفردن، لكن نحن دائما يقعدن مع بعض. يقعدن مع بعض. الآن وقت المجيل. وقت المجيل. ين وقيلن تحت ظله. تحت ظله غافة سدرة. تحت غافة تحت ديارة وتحت ياح كل واحد. ذا غنى. وأنت هين جلسن؟ حن يجلس تحتن. معهن. معهن. متى عاد يصرحن العصر؟ عاد متى صرحن العصر؟ من كسفة الظليل. من كسفة الظله. الظله استوت الظله كبيره روحت حين نقلبهن يروح بهن انزين. نعم. يوم ندخل نخلين على الظله نقولها يقول قال مقيل الظله عم مقيل الشمس، قال مقيل الظله عم مقيل الشمس، هوي هوي خلا خلا يا غنام، خلا خلا يا غنام، قال مقيل الظله عم مقيل الشمس، قال مقيل الظله عم مقيل الشمس، اي روح عنها قيل نلفلف الهوش خلينا تحضر تحضر. هن عاد عارف من قلت لهم هن عاداها قيل مقيل الظله عم مقيل الشمس، قلت لهم هن يعرف ارواحها عاد تجمع الروح تجمع الروح قاعد تحضر تحضر. ما شاء الله اي غنانه ما شاء الله. قيل مقيل الظله عم مقيل الشمس، عم مقيل الشمس. طيب بعدين بعد عاد متى بعدين عاد عند مراحن ونروح عند ما تميل الظله. ما تميل الظله بعدين قلنا له من بعدين يروحن على طول ولا ترجعين مره ثانيه يرعن؟ لا لا هن يرعن يرعن العصر. يرعناها العصر ترعون هنا. اي اها عاد من قلبن وخلصن روحن يرعن. يوم يوم حلهن نروح العصر العرعي يقول خلا خلا يا غنا والعرعي العرعي الغاف يقول وراعية لا في خلا خلا يا غنام، خلا خلا خلاي خلا خلا يا غنام، اي روحي عنها عاد روحي اي روحي 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 روحي. كيف كيف لو من اول كيف 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 من اول خلا خلا يا غنام، خلا خلا يا غنام، خلا خلا يا غنام، وراعية قدام خلا خلا يا غنام، خلا خلا يا غنام، ترعى طوه باب اي روحي عنها ارعى طوه باب، خلا خلا يا غنام، خلا خلا خلاي خلا خلا يا غنام، اي روحي عنها روحي روحي يا غنام حي روحي 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 روحي
النار اي روحي غلا 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 يا روحي روحي 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 والخرب اي حداي حي روحي روحي يا روحي روحي يا روحي يا نار اي روحي عنا غلا غلا كل حي روحي روحي يا روحي روحي يا روحي والبيت بايش اللي حي روحي روحي يا روحي روحي يا روحي روحي غراي هوجي وهوجي اختي حي روحي روحي يا روحي روحي يا روحي روحي يا روحي روحي والزين بينسي حي روحي روحي يا روحي روحي يا روحي روحي غراي غلا 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 حي روحي روحي الله يعطيك الخير يا سلمى، الله يعطيك الخير، عدتينا الى الماضي. حياك حياك يا سلمى. طيب في بعد في وهن في الطريق بعد في لهم غناء لهم غناء هن في الطريق كيف تغنون وشلناك اشتلتوني وايد الله يعطيك الخير ان شاء الله الاخوات اللي يسمعنك الحين يتذكرن ايضا آمين كان آمين كيف كان سرح الماشيه وكيف كانت اول الغناء الماشيه إن شاء الله وهذا هو الهدف من البرنامج احنا نذكر ونوثق هذه الاشياء بعد في شيء نعم كيف بعد في شيء متى هذا الكلام قال بعد في سرح الماشيه هذا كله احنا كله نغني بده تغني في سرح الماشيه كيف بعد في شيء انا ودانو يا دانو ودانو يا دانو ودانو يا دانو ودانو دانو يا دانو ودانو ودانو يا دانو ودانو ودانو ولي يا ودي كدو ولي معك ورمي ولي يا ودي كدو ولي معك ورمي وزرعن يو حصدو غيرك لا تمتو حنتو سقي وزرعن يو حصدوها وغيرك لا تمتوها وحنتوها وسقي وطوحوها وبعلوها وكعنوا خلي الغوها ونامتوها ورعي وطوحوها وبعلوها وكعنوا خلي الغوها ونامتوها ورعي ومالقيها ولوبوها وبحوري ما يفتوها وهملوها وهي نخلي ويراك وتيابي ملعي تابسي وتخلي ويراك وتيابي ملعي تابسي ولا حيديني وفعلوا لا حيديني زولت ولا حيديني فعلوا لا حيديني زولت ولا تضوها عن موت جابيها لا تعيني وكيت ويا فضيها عن موت جابيها لا تعيني وكيت ويوم الضعك راتوها الماضي ثلاثة قوها وزاد ويوم الضعك راتوها الماضي وزاد السيئة قوها وزاد الله يعينك يا سلمى الله يعينك يا سلمى احسنت سلمى بياض الوجه سلمى يعطيك الخير هذا غناك حياك حياك هذا بالنسبه لغناء الماشيه طيب اول المولود المولود يعني متى تخلون حتى ما قضيت 3 اشهر بعد 3 اشهر يفرط حد امه يوم يتولد الام ويقعد مع امه يظل 15 يوم ياكل المولود اول 15 يوم ما ياكل ما ياكل يرضع من امه وبس يقعد انزين يشرب الماء طشطشه بعدين ياكل عقب 15 يوم يظل كم شهرين وبعد الشهرين نفطم المولود
شهرين فطمونة. هاي نسوي له؟ نسوي له اليام، اليام حطبه. حق المالود؟ حال المالود. نسوي له اليام حال حطبه مني. سوينا الاياه على هني. أو سوينا شمال لضرع لضرع الشاه. الشيء. سوينا له شمال وخلينا يمشي قفها. في البيت. أو خلينا ينشركهم هذا. اليوم نرضع الولد للأم. ايرام ويرام ويحيرام ويرام ولي ولد حشاش حيرام ويرام ويحيرام ويرام ولي ولد حشاش حيرام ويرام ويحيرام بس كده. ها بس كده تقول. نعم. انت عليش حتى تكون الهاجة تام ولولادها. رخلو يغنام حيرو 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 يغنام. اي روحي غلا 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 يا روحي 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 والخير بها يحتاج حي روحي 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 يا نام اي روحي عنا غلا غلا كل يا روحي 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 والبيت بيش اللي يحيي روحي 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 غلاي هوجي وهوجي اختي يحيي روحي 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 والزينب ينسي يحيي روحي 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 غلاي غلا 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 يحيي روحي 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 طيب سلمى احنا في نهاية هذه الحلقة عاجزين عن الشكر ونتمنى ان شاء الله نتواصل يعطيكم الله العافية والصحة يا رب ويخليكم الله يعطيك الخير ويعطيكم العافية ونتمنى الخير والعافية ونتلاقى بالخير والعافية بالخير ان شاء الله متواصلين ان شاء الله ان شاء الله سلمى احنا شاكرينك والحين احنا عاد بنودعك اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا في نهاية هذه الحلقة يسعدني ان اشكر الاخت سلمى بنت علي بن سالم الشعيبي من ولاية صور منطقة الشرقية بلدة الجناه وأشكر زميلي عبد الله بن علي العزري الذي قام بإخراج هذه الحلقة وإلى اللقاء في حلقة الغد غدا مع تراثيات عمانية هلت دمعة عيوني وعيد بن حارب المشافري عبد الله بن علي العزري وكن هالحياة